السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية، ولكن كما هي العادة بعد أهم العناوين نقرأ في الهيئة. الميليشيات الطائفية تعتقل 25 مواطنا من أبناء قضاء الجرمة شرقي الفلوجة. في المدى آباء وأبناء وشخصيات إشكالية في قوائم الانتخابات. في موقع كتابات الكشف عن كيفية حصول كتائب حزب الله العراقية على دبابات أبرامز الأمريكية. في الجزيرة نت قوة النظام تواصل مجازرها بالغوطة وتحشد بمحيطها. أما في العرب الجديد دعوات دولية لإنقاذ الغوطة من المحرقة، وموسكو تنأى بنفسها عن القصف. أما في القدس العربي الجارديان تقول الغوطة الشرقية مثل سبرنيتشا، البوسنة تواجه الذبح والعالم يتفرج. أما في صحيفة الحياة تواصل القصف على الغوطة الشرقية والأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري للقتال. نجلس كل يوم أمام التلفاز في انتظار أن نسمع خبرا مفرحا يبشرنا أصحابه أن إبراهيم الجعفري تراجع عن قراره بعدم الترشح للانتخابات القادمة، فنحن نخشى ألا نجد في 7000 مرشح و88 كيانا سياسيا أسماء مهمة مثل حسين الشهرستاني وباقر جبر الزبيدي وخالد العطية وإبراهيم الجعفري، رغم أن هؤلاء القادة طمأنونا أن قرارهم بعدم الترشح لا يعني ابتعادهم عن المشاركة في العمل الوطني والمساهمة في بناء البلاد، حسب الكاتب علي حسين في صحيفة المدح. تعلمنا من السنين والأحداث والتجارب أن المسؤول العراقي لا يذهب إلا ويأخذ معه كل شيء، لأنه ما أن يصل إلى كرسي البرلمان أو الوزارة حتى يتراءى له، بل حتى يرى أنه ليس موظفاً أو نائباً منتخباً، بل ورث الكرسي وسيورثه لأحد أقربائه أو أحبائه. حتماً سيلوموني بعض القراء الأعزاء ويكتبون معاتبين لماذا لا تتوقف عن متابعة يوميات السياسة العراقيين؟ ألا تشعر بالملل؟ لكني أحاول أن أنقل لكم آخر أخبار مفرحة. فقد أصدر مجلس محافظة النجف توضيحاً لأبناء العراق جميعاً يخبرهم أن المحافظ السابق عدنان الزرفي بريء ولا يستحق كل ما حصل له. لا يزال مسؤولون الأفاضل مصرين على أن يتعلموا فن الخديعة من المرحوم ميكافيلي. سيضحك البعض مني ويقول يا رجل إنهم لا يقرؤون وإن قرأوا لا يفهمون، لكنهم يا سادة شطار جدا في اللعب على مشاعر البسطاء. يضيف الكاتب ماذا تعني الديمقراطية في بلد يلجأ كل نائب فيه إلى أهله وعشيرته وأقربائه، لكنه في الفضائيات يصدح بأفخم العبارات عن الدولة المدنية والمواطنة. في كل يوم يسيء ساستنا إلى الديمقراطية عندما يعتقدون أنها تعني بناء دولة القبائل والأحزاب المتصارعة والطوائف المتقاتلة. ومن جديد لا نريد أن نفارق شاشة التلفاز هذه المرة، سنستمع بحديث المسؤول الإيراني الرفيع رحيم بور أزغدي الذي بشرنا فيه بقرب قيام إمبراطورية إيران الكبرى، وطمأننا مشكورا أننا سنصبح محافظة ذات أهمية وثقل داخل هذه الإمبراطورية. مرة أخرى لا يمكن تفسير صمت ساسة العراق ومسؤول. على الرغم من إعلان القوات العراقية عن تحرير كامل مدن ومناطق محافظة ديالى شرقي البلاد من سيطرة تنظيم الدولة منذ نحو عامين، إلا أن عدة مدن في المحافظة ما تزال تعاني من سياسة العزل الأمني التي تضيق على السكان المحليين وتصعب سبل الحياة هناك، حسب تقرير للكاتب براء الشمري في صحيفة العربي الجديد.
القرى المحيطة ببلدة الخالص مثلاً معزولة تماماً عن مركز البلدة، وأشار إلى أن الدخول والخروج من هذه القرى يتم بصعوبة بسبب كثرة نقاط التفتيش التي تضيق كثيراً على من يريد أن يذهب إلى بلدة الخالص إذ لم يكن من سكانها، موضحاً أن هذا الأمر ينطبق على مناطق أخرى كالمقدادية وشهربان المحاطة بأسوار أمنية تصعب الدخول إليها والخروج منها. ولفت إلى أن هذه السياسة دفعت أبناء هذه المناطق إلى إخفاء هويتهم أثناء تنقلهم من منطقة إلى أخرى داخل محافظة ديالى، فضلاً عن تأثير ذلك على الوضع المعيشي في المحافظة الذي يتطلب تنقلاً سهلاً وحراً. وانتقد رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني ما وصفه بسياسة العزل الأمني التي تتم في بعض مناطق المحافظة، مؤكداً أن هذه السياسة تؤدي إلى مزيد من الفقر وخلق شعور باليأس لشرائح واسعة من المجتمع. وأشار إلى أن مناطق عدة في ديالى خضعت لاستراتيجية العزل الأمني منذ عام 2007 فيما يتعلق بتحديد منافذ الدخول إليها والخروج منها كونها مناطق ساخنة. تضيف الصحيفة أن منطقة التحويلة شمالية ديالى مثلا، والتي تعد إحدى المناطق الكبيرة إذ يقطنها أكثر من 10,000 شخص، ما تزال تشهد إجراءات أمنية مشددة منذ 10 سنوات. أن هذه الإجراءات تتمثل بقطع المعابر الرئيسية على بعض الأنهر، الأمر الذي يزيد من معاناة السكان المحليين ويعرقل تنقلهم إلى المدن القريبة. في الانتخابات العراقية السابقة عام 2014 قام نائب عراقي سليط اللسان بتوزيع سندات ملكية أرض على أناس بسطاء في قرية نائية من الريف العراقي، وقد أغراهم بالكلام فصدقوه وقطعوا إليه وعدا بما طلبه منهم وألزمهم به بأن تكون أصواتهم من حصة زعيمه الذي أرسله لهم. بعد الانتخابات اكتشف الغلابة أن السندات التي استلموها لم يكن لها أي وجود على أرض الواقع، لم يتعدى حدودها وصدقيتها يومها غير البقعة التي أقيم فيها الحفل الانتخابي ومساحة هالة الوعود التي أطلقت فيه، وتبخرت بعدها بعد إعلان نتائج الانتخابات حسب مقال للكاتب سعد السبع في موقع كتابات. واليوم يعاد المشهد ذاته قبيل الانتخابات المقبلة التي ستجري في شهر مايو المقبل، حيث يذهب مرشحو الانتخابات إلى مناطق استعطاف واستمالة أصوات البسطاء بشعارات كاذبة ووعود زائفة كانت سبباً في تردي الواقع السياسي العراقي. وما حل بالبلد من خراب ودمار كان للقطيع الجاهل دوراً غبياً فيه، ما أنتج حرماناً وفقراً وفاقة وسوء خدمات، والذي لم ينقطع يوماً عن إطلاق الشكوى عن تردي الحال وسوء الاختيار وخديعة الخيار. وإزاء ذلك لم يعد هناك أي أمل في التغيير والإصلاح ما دام من ينقاد ويقود يشتركان بثيمة واحدة هي الولاء الأعمى دون اعتبار لمشترك وطني عراقي يتجاوز حدود الطائفية والإملاءات الخارجية من أجل وطن عراقي عربي يحتضن بمحبته الجميع كما كان دائما من قبل. يضيف الكاتب أقدم مروجون ومتعهدون على توزيع حاجيات رخيصة الثمن لشراء أصوات ناخبين بعد فرض أداء اليمين بما مقدس ديني عندهم بما هو مقدس ديني عندهم، بأن لا يكتب في البطاقة الانتخابية إلا اسم السيد الذي سيكون خيرا من يمثل الفقراء والمظلومين في مجلس الشعب البرلمان من مخدعه وقصوره التي استولى عليها وحلل سكن فيها. ليس الأمر فقط أن علي أكبر ولاية مستشار المرشد الإيراني وأحد الصقور في نظام الحكم اعتاد فهم دوره السياسي كعنصر تأزيم وتصعيد، لكن لهجته المتعالية تعكس رفضاً محيراً من المدرسة التي ينتمي إليها للنظر إلى الوقائع على الأرض في العراق وتحليلها قبل الحكم عليها
المناسبة هذه المرة وربما كل مرة أن ولايتي يختار بغداد منبرا لمطالبة العراقيين بالتصدي للوجود الأمريكي في شرق الفرات، قبل أن يقول أن بلاده لن تسمح بهذا الوجود. يمضي للحديث عن صحوة إسلامية لن تسمح بإعادة الليبراليين والشيوعيين إلى حكم بغداد، كل ذلك بحسب مقال للكاتب شرق عباس في صحيفة الحياة. منذ بداية العام الحالي أدلى ولايتي وعدد من صقور طهران بمئات التصريحات التي تخللتها عبارة إيران لن تسمح، مرة بالحديث عن لبنان، وثانية عن سوريا، وثالثة عن اليمن، وأيضا السعودية والإمارات وقطر، قبل أن يختتم رحيم بور أزغري المعروف بأنه عضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية مهرجان التصريحات النارية بالحديث عن إعدام بلاده صدام حسين وسيطرتها على 6 دول في المنطقة. بالطبع لا تخطئ العين السياسية الإيرانية المدربة على فهم العراقيين واستجاباتهم تمييز مستوى الاستياء العراقي من استمرار تلك النبرة العنجهية للجار في التعاطي مع قضايا جاره بل ودم جاره، ما يجعل الحديث عن آراء شخصية وخلل في الترجمة مجرد تبادل أدوار، تماما كمثل ما يقوم به التنفيذيون الإصلاحيون مواجهة حركة الاحتجاجات المطلبية الإيرانية التي تتصاعد. يضيف الكاتب: ومع هذا لم ينجح السياسيون العراقيون الذين عاملهم ولايتي باستعلاء مهين لإقناعه بأن مصلحة إيران قبل العراق تقتضي أن تقبل بلاده بحدود نفوذها ما بعد تنظيم الدولة، ولا تسعى إلى توسيع هذا النفوذ من جديد على حساب العراق واقتصاده وجراحه ودماء شبابه المهدورة في ساحات الجهاد الإيرانية، بل إنهم لم يرسلوا إلى المرشد بحقيقة الأمر كانوا يقولون له بلطف متناه، مثلا: يا سيدنا، شارعنا لم يعد يطيقنا، شعبنا غاضب، ومراسليك إلينا تنحت قبورنا. هناك ملامح عديدة تؤكد أن ترامب بعد مرور عام على وجوده في السلطة قد خضع لمنطق الدولة العميقة، سواء فعل ذلك خشية التخلص منه بطريقة ما أم أصبح أكثر تسييسا وفهما لتعقيدات السياسة وتركيبها بعيدا عن منطق التجارة والبزنس. بدأت ملامح الخضوع من استراتيجية الأمن القومي التي أعلنت نهاية العام الماضي وكرست ما هو معروف ممثلا في التحديات التي تواجه الزعامة الأمريكية للعالم والتي تتصدرها الصين وروسيا، لكنها بدأت أكثر وضوحا بعد ذلك، بخاصة خلال الأسابيع الأخيرة التي تراجع حضور ترامب خلالها في مشهد السياسة الخارجية، تاركا لوزيري الخارجية والدفاع فرصة التحرك على هذا الصعيد، وهما دون شك أكثر منه إدراكا لتعقيدات السياسة، كما جاء في مقال للكاتب ياسر الزعاطرة في صحيفة العرب القطرية. المواقف التي عبر عنها ترامب خلال مقابلته مع صحيفة إسرائيل اليوم فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية هي جزء لافت من هذا التراجع الذي سجله ترامب، إذ سجل تراجعاً على صعيد القدس وحسم حدودها في مفاوضات الحل النهائي، وكذا فيما يتعلق بتحميل مسؤولية عدم التوصل للحل للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي في آن واحد، وكذلك فيما يتعلق بملف الاستيطان، وما يشبه إعلان اليأس من إمكانية التوصل إلى صفقة القرن التي رددها مراراً في السابق في المشهد الشرق أوسطي. بدا الأمر أكثر وضوحاً أيضاً، فالرجل الذي وقف ضد قطر في الأزمة الخليجية لم يعد يتدخل في الأزمة وترك لوزيريه الملف بشكل شبه كامل، ورأينا تقارباً أمريكياً مع قطر هو في واقع الحال جزء لا يتجزأ من مساعي الاستفادة من التناقض في الأزمة الخليجية أكثر من الانحياز لطرف دون آخر. يضيف الكاتب: الخلاصة أن ترامب في السنة الثانية يبدو مختلفاً عن ترامب في السنة الأولى، ذلك الذي كان يغرد كيفما يشاء. يبدو أن ضغوط الدولة العميقة بالفضائح وقبل ذلك بالتحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات لم يتوقف بعد قد دفعته إلى التراجع. يبدو أن الترويض كما ذهبنا مراراً هو خيار الدولة العميقة وليس العزل الذي سيكون مكلفاً على صعيد الهيبة الأمريكية الدولية.
تجاوز الموضوع نعي حركة الرابع عشر من أذار التي تبقى المبادئ التي وضعتها ثوابت لبنانية لا مفر من العودة إليها بعيدا عن لعبتي المزايدة والانتهازية اللتين ليس الوقت وقتهما. تجمع هذه المبادئ بين كل الشرفاء الذين ردوا على اغتيال رفيق الحريري ورفاقه في الرابع عشر من شباط. ثوابت هذه لم تستطع الحؤول دون بروز الوصاية الإيرانية على سطح الأحداث، كما لو أن على الشعب اللبناني متابعة مقاومته من أجل استعادة الدولة ومؤسساتها بعدما استطاع الإيراني عبر حزب الله الذي ليس سوى لواء في الحرس الثوري من الفراغ الأمني الذي تركه النظام السوري، كما يرى الكاتب خير الله خير الله في صحيفة العرب اللندنية. ستكون الانتخابات المقبلة في السادس من آيار مايو، أي بعد شهرين تقريبا، جولة جديدة في معركة الدفاع عن النفس التي يخوضها لبنان من أجل تأكيد أنه ما زال ينتمي إلى ثقافة الحياة وأنه لا يزال موجودا. كل ما في الأمر أن لدى لبنان قضية كبيرة، هذه القضية تحتاج في أحيان كثيرة إلى تقديم تضحيات مؤلمة، بل مؤلمة جدا. لا يستطيع ذلك إلا رجال كبار من طينة سعد الحريري، سعد الحريري الذي يعرف تماما من قتل والده، دفع رفيق الحريري قبل أي شيء آخر ثمن لإعادة الحياة إلى بيروت ولبنان وإعادة البلد إلى خارطة الشرق الأوسط. هذا ما يفترض أن يبقى في البال دائما. المضحك المبكي هذه الأيام أن هناك أحزابا تدعي تمثيل المجتمع المدني تريد خوض الانتخابات وتجاهل وجود سلاح حزب الله في الوقت ذاته. مرة أخرى هذه القضية هي بكل بساطة سلاح حزب الله، وهو سلاح إيراني أولا وأخيرا. هذه القضية هي أيضا الدفاع عن ثقافة الحياة في مواجهة ثقافة الموت. هذه القضية هي في النهاية الحسم بأن لا تحالف مع حزب الله في الانتخابات المقبلة ولا بيع بضاعة مغشوشة للعرب. القضية تختصرها كلمة واحدة هي لبنان، الذي هو قضية سعد الحريري. قصد رواد فضاء هذا الأسبوع الصحراء العمانية على متن سيارات رباعية الدفع لإجراء بحوث وعمليات محاكاة لظروف الحياة على كوكب المريخ. تأتي هذه المهمة في وقت نجحت فيه شركة سبيس إكس الأمريكية الخاصة المملوكة من رجل الأعمال المبتكر إيلون ماسك في إطلاق صاروخها الثقيل فالكون هيفي الذي يعد الأقوى في العالم حاليا، في خطوة على طريق إرسال مهمات مأهولة إلى المريخ. يجتمع في منطقة نائية من الصحراء العمانية وتحديداً في محافظة ظفار عدد من المخترعين والخبراء والباحثين والشغوفين بمجال الفضاء حول هذا المشروع، يتخذون من حقل تحيط به الأسلاك الشائكة تحت حماية قوات الأمن المحلية موقع لإجراء تجارب، منها زراعة الخضار في بيوت بلاستيكية وتسيير عربات دون سائق في مساحة واسعة. إلى الكاريكاتير.
هذا ما كان في جعبتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلتقي بكم غدا في صدى أقلام جديد بإذن الله. في أمان الله وعافيته.